تابعنا كان. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية طبعا يعني بنرحب بحضراتكم في مقركم ومكانكم وزارة الإسكان. والحقيقة يمكن كل سنة وحضراتكم طيبين طبعا بمناسبة المولد النبوي الشريف، واحنا بنعتذر ان كنا جايبينكم في يوم اجازة، لكن يعني طبعا الحقيقة وانا بسلم على حضراتكم كده يعني انا بعتبر بقى معظم الحضور رفقاء كفاح، ويعني الحقيقة بصراحة يعني انا شرفت بحضراتكم في مواقع كتير جدا، ويعني تزاملنا انا بعتبر يعني ان احنا فريق عمل واحد الحقيقة، كنا دايما كده، وانا بعتبر حضراتكم شريك رئيسي الحقيقه يعني في كل المراحل اللي الواحد خاضها في يعني في حياته الشخصيه الحقيقه، وبسعد دايما بالتواصل مع حضراتكم وبسعد بتلقي مقترحاتكم الحقيقه. ويمكن انا كنت حريص جدا ان انا التقي بحضراتكم، لكن طبعا في البدايه الحقيقه كان في ضغوط كتيره جدا طبعا نتيجه طبعا حجم العمل، قلنا ان شاء الله كده يعني في اقرب فرصه نرتب لقاء ونقعد فيه مع حضراتكم ونقول لحضراتكم برضو احنا وصلنا لايه واحنا خطتنا ايه وايه حجم التحديات اللي موجوده معانا في هذه المرحله. ويعني يمكن احنا خدنا حوالي قرابه تقريبا شهرين كده او بعض الايام كمان بالاضافه للشهرين، لكن ان شاء الله هنبقى حريصين ان اللقاء ده يبقى دوري بحيث ان يبقى فيه تواصل دائم ومستمر مع حضراتكم. والحقيقة يمكن أنا برضو بسعد دايما يعني بأي تواصل في حال وجود أي حاجة طبعا بشكل طارئ أو عاجل، أسعد بحضراتكم برضو في أي وقت طبعا، وكل التقدير وكل الاحترام لكل الصحفيين والإعلاميين الحقيقة زملائنا اللي أنا بسعد فعلا بالتعاون معهم دايما بشكل دائم ومستمر. الحقيقة طبعا يمكن أنا الحقيقة بشكر طبعا الحقيقة يعني فخامة الرئيس على التكليف الكبير والعظيم ده واللي أنا شرفت الحقيقة بيه، وبشكر دولة رئيس الوزراء طبعا، وبسأل الله سر التوفيق في هذه المرحلة طبعا. احنا عندنا يعني العديد الحقيقة من التحديات اللي يمكن ابتدينا مع فريق العمل بقى كله بالكامل كده نقعد عليها ونشوف ايه هي الصعوبات، يعني دايما بنبدأ كده بمرحلة تحليل الوضع الراهن والمشاكل اللي ممكن تكون موجودة وبتقابلنا. وطبعا انا حقيقه يعني ما يفوتنيش ان انا اتوجه بالشكر والتقدير للدكتور عاصم الجزار الحقيقه على جهوده المميزه والعظيمه الحقيقه خلال الفتره الماضيه، وانا على المستوى الشخصي الحقيقه اتعلمت منه كتير يعني بعتز بيه جدا جدا على المستوى الشخصي. وطبعا احنا لما يعني قعدنا مع الزملاء وابتدينا نشوف كده ايه الموقف الحقيقه لقينا عندنا مجموعه من التحديات الرئيسيه هنتكلم فيها في عجاله مع حضراتكم كده، وبعد كده ندخل على خطة العمل بتاعتنا إن شاء الله. أهم هذه التحديات يعني كانت الـ 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 الأزمة المالية تحديد. إحنا عندنا طبعا التزامات عديدة جدا في تنفيذ العديد من المشروعات، وطبعا في عندنا الحقيقة فجوة موجودة ابتدينا مع الزملاء نحط ليها مجموعة من المقترحات والحلول. الميزة إن إحنا عندنا أصول موجودة على الأرض الحقيقة، سواء وحدات سكنية أو أراضي، ابتدينا نحصر كل الكلام ده بالتعاون مع كل السادة الزملاء سواء رؤساء أجهزة المدن أو قطاع التخطيط والمشروعات أو قطاع العقارية وقطاع التنمية في الهيئة. اشتغلنا على الملف ده كده كله بالكامل، وابتدينا نحصر كل المخزون الخاص بالوحدات السكنية والأراضي، ورتبنا خطة عمل خاصة بطرح هذه المشروعات بالتنسيق الحقيقة كمان يمكن مع المطورين. حقيقة أنا في البداية برضو دعيت مجموعة من المطورين، يمكن بعض حضراتكم برضو شرفني في هذه اللقاءات، وابتدينا نحط نعمل ورش عمل معاهم ونشوف برضو عشان ما يحصلش حالة إغراق في السوق، ابتدينا نفكر ازاي نعمل خطة متوازنة لطرح الوحدات السكنية، سواء جزء من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتحديدا المنصات التابعة ليها زي منصة مسكن، وأيضا جزء آخر خاص بالشركات التطوير والعقاري والتسويق اللي تابعة للوزارة واللي الهيئة بتمتلك الحقيقة نسب فيها مش قليلة أبدا. ابتدينا ندير الموضوع بالصورة دي كده بحيث ان احنا نعمل تعظيم بشكل كبير جدا للموارد، وفي نفس الوقت نخلق كاش فلو يمكننا من ان احنا نضغط في خطط تنفيذ المشروعات المختلفة واللي بيها نقدر نوفي التزاماتنا ليه او تسليمنا للعملاء المخصص ليهم
هذه الوحدات، لان احنا معترفين الحقيقه ان كان حصل تاخير في العديد من المشروعات فيما يخص تسليم الوحدات. وكان ابرز هذه الاحداث طبعا حدث التسليم اللي كنا عملناه في مدينه العالمين الجديده، والحقيقه كان حدث متنوع في انماط الاسكان داخل المدينه اللي احنا قمنا بتسليم الوحدات لملكها. ده كان احد اهم المحاور. الحقيقه احنا برضو في اطار تعظيم الموارد قعدنا مع الزملاء بحيث ان احنا نخلق موارد مستدامه من خلال طبعا عندنا المساحات اللي هي ممكن تكون غير مستغله في بعض المدن، نبتدي نشتغل عليها ونعيد استخدامها ونحاول ان احنا ندخل فيها شراكات او بمقابل انتفاع، والحقيقه ده بيضمن لينا موارد مستدامه. بالاضافه لبرضو الملفات اللي خاصه بالاعلانات والمتحصلات اللي هي الدايمه والمستدامه، حاولنا ان احنا نركز بشكل كبير جدا عشان نعظم الاستفاده من الموارد دي بشكل رئيسي. الحقيقه برضو من ضمن الحاجات المهمه جدا فيما يخص موضوع الـ يعني التحديات اللي بتقابلنا، احنا برضو على مستوى فريق العمل طبعا ابتدينا برضو نقعد مع زملائنا ونشوف الهياكل اللي موجوده التنظيميه لكل جهه او هيئه. طبعا حضراتكم يعني على علم كامل بان وزاره الاسكان الحقيقه وزاره عملاقه وعظيمه، وزاره كبيره جدا بتبعها العديد من الجهات، والحقيقه احنا يمكن بدانا بلقاءات مع كل الاجهزه والهيئات التابعه والصناديق وغيره، وابتدينا نحط يعني رؤيه كده مشتركه مع زملائنا في ما يخص الهياكل التنظيميه لهذه الجهات، وازاي ان احنا نطورها وازاي ندعم بالشباب ويبقى في عندنا عناصر موجوده وصف تاني موجود بديل. يعني الحقيقه دايما انا على قناعه شخصيه ان الدمج والمزج بين فريق عمل بيحمل العديد من الخبرات بالاضافه لعناصر شابه الحقيقه بيكون نجاح جيد جدا وبيبقى مردوده على فريق العمل كله بالكامل. الحقيقه يمكن دي كانت ابرز التحديات واللي احنا ابتدينا نحط ليها مجموعه من يعني النقاط الاساسيه كخطه استراتيجيه ان احنا نشتغل عليها، وابتدينا نخلق هذه الادوات اللي تساعدنا وتمكننا من ان احنا نحرك الموضوع بشكل سريع. ويعني خلينا ندخل بقى في الخطه بتاعتنا تحديدا. احنا يعني محور الحديث النهارده هنقسمه كالاتي عشان دايما انا بحب اكون يعني محدد كده واضح. احنا هنتكلم في خطه وزاره الاسكان في المرحلة القادمة، وهي لها مجموعة من المحاور هنستعرضها تباعا، وبعد كده هنسمع من حضراتكم، نفتح بقى باب الحديث والمشاركة، واحنا بنسعد طبعا بمداخلاتكم دايما المثمرة واللي حابب ليها محل اهتمام وتقدير مني بشكل كبير جدا، بحيث ان احنا ناخد المداخلات دي كلها بالكامل، وفي الاخر ان شاء الله هنرد على حضراتكم بامر الله تعالى. تمام، هنبدأ بأول محور وهو محور الإسكان، وده أحد يعني المحاور الهامة بالنسبة لنا. ولما هنتكلم على الإسكان فهنبدأ طبعا بأهم مشروع وهو مشروع سكن كل المصريين. الحقيقة مشروع سكن كل المصريين الدولة المصرية الحقيقة وفي ضوء توجيهات فخامة الرئيس يعني بتوليه اهتمام كبير جدا جدا، وحجم الإنجاز اللي اتعمل من عام 2014 يعني حتى الآن الحقيقة يعني حجم عمل كبير جدا وضخم، وده اللي يمكن أهل هيئة المجتمعات في وقت من الأوقات إنها تاخد يعني جايزة عالمية على هذا المشروع الحقيقة، لأن هو فعلا مشروع مميز وتجربة فريدة يمكن على مستوى العالم كله ما اتكررتش الحقيقة بنفس الحجم ده وبنفس الكيفية. وإحنا في الإطار ده إحنا حريصين كوزارة إسكان إن إحنا نستكمل ونبني على ما تم من جهود عظيمة طبعا، وإحنا دلوقتي بنجهز لإعلان جديد هيبقى فيه حوالي 70,000 وحدة سكنية، 60,000 منها وحدات منخفض التكاليف. حضراتكم عارفين طبعا ان سكن كل المصريين عبارة عن محورين، محور منخفض ومحور متوسط. احنا هننزل 60,000 وحدة ان شاء الله تعالى للمنخفض و10,000 للمتوسط. وطبعا الوحدات دي احنا مستهدفين ان شاء الله ان الاعلان ده يبقى يعني في مطلع نوفمبر باقصى تقدير بامر الله تعالى، في شهر نوفمبر تحديدا. وطبعا احنا كان في الحقيقه فجوه كبيره جدا في موضوع الاعلانات الجديده بتاع الاسكان الاجتماعي، وحتى كتير جدا على السوشيال ميديا والحقيقه بيتواصلوا معانا كانوا دايما بيسالوا يعني هينزل امتى، فاحنا يعني دي اول بشره ان احنا هننزل اعلان جديد ان شاء الله تعالى. والجزئيه الثانيه برضو والاهم بالنسبه لنا خطه تسليم الوحدات اللي خاصه بالاعلانات السابقه، وده امر في منتهى الاهميه.
احنا فعلا عندنا تاخرات. عندنا تاخرات، احنا ما يعني زي ما اعتدت كده مع حضراتكم وانا ما بخبيش، يعني دي حقيقه فعلا عندنا تاخرات كبيره جدا، لكن احنا قعدنا مع الزملاء وابتدينا نحط خطه عمل كده متكامله ونبتدي نجري في التمويل برضو، يعني الحقيقه مع وزاره الماليه فيما يخص الدعم اللي بيقدم للصندوق ومع الجزء الذاتي اللي احنا بنطلعه برضو، بحيث ان احنا نحرك المشروعات وركزنا في ان احنا نقفل زونات مع بعضيها مقفولة أقدر يعني أشغلها على طول تاني يوم، أسلم المواطن، ويمكن أنا أكدت مع الزملاء على كده، أسلم المواطن يعني منطقة سكنية متكاملة الخدمات ويبقى فيها كل العناصر متكاملة، وغير مقبول بالمرة أن يبقى فيه عندنا تسليمات في نطاق عمل غير مكتمل، يعني ده أمر مرفوض وأنا أكدت عليه، لأن أنا رصدت الحقيقة بنفسي في بعض مواقع العمل أن فيه للأسف بعض الأجزاء كانت غير مكتملة وحصل فيها تسليمات، وده أمر كان غير لائق بالمرة. وبالتالي احنا عملنا خطة عمل مكثفة، يعني عندنا تسليمات إن شاء الله 30/9، عندنا تسليمات 31/12، وهنفضل كده مستمرين لغاية 31/12/25 إن شاء الله، هيبقى عندنا يعني بأقصى تقدير كل 3 شهور ما كانش أقل كفترة زمنية هيبقى في عندنا حجم تسليمات كبير جدا لوحدات الإسكان الاجتماعي. وطبعا احنا بنقدمها زي ما حضراتكم عارفين مكتملة الخدمات والمرافق، والحقيقة مشروع زي ما قلنا كده مشروع مميز وفريد. ده كده بالنسبة لمشروع سكن كل المصريين. برضو من ضمن المشروعات الحقيقة الهامة برضو معانا المشروعات الوحدات السكنية في الأنماط المختلفة زي دار مصر أو جنة أو سكن مصر، والحقيقة احنا في هذا الإطار عندنا برضو خطة الحقيقة هنعملها بتنسيق مع قطاع الشؤون التجاريه العقاريه في هيئه المجتمعات، بحيث ان احنا نشتغل على ملف الاتاحه المباشره من خلال اجهزه المدن بالنسبه للمدن اللي ممكن يكون ما عليهاش رواج او طلب عالي. والحقيقه النموذج ده احنا لما عملناه قبل كده كان في اقبال كبير جدا وحقق رواج كتير جدا، فاحنا برضه هنعيده تاني في مجموعه من المدن، ده هيبقى برضه متوقع له ان شاء الله على شهر اكتوبر كده يعني او قبل كده كمان ممكن يبقى متاح معانا، بحيث ان يبقى في اتاحه مباشره وما يبقاش في مركزيه، بالعكس العميل هيتوجه لجهاز المدينه ويقدر مع الزملاء هناك في الجهاز يتم تخصيص الوحدات السكنيه بامر يسير جدا وسهل للمواطنين. الجزئيه الثانيه برضو هي الطرح العام اللي هيتم، وده في المدن زي ما حضراتكم عارفين اللي بيبقى فيه اقبال عليها بشكل كبير، وده احنا مستهدفين له يعني على طول مباشرة بعد الإتاحة المباشرة هننزل بالطرح العام، وإحنا زي ما قلنا بنعمل نوع من أنواع التوازن عشان ما يبقاش في إغراق في السوق العقاري بوحدات كثيفة مرة واحدة، نحاول إن إحنا نعمل توازن، والتوازن ده الحقيقة إحنا برضو بنشرك فيه المطورين العقاريين معانا، لأن إحنا يهمنا المصلحة العامة للدولة، وبالعكس مصلحة المطورين في ان هم يبقوا كشركاء تنمية انا بعتبرهم كده، ويبقى عندهم الفرصة الكاملة برضو بدون نوع من انواع التضارب او التنافس ممكن يعني يبقى تأثير وتأثير سلبي، احنا الحقيقة واخدين ده في الاعتبار بشكل كبير جدا. برضو احنا ما نسيناش الحقيقة العاملين بالخارج او المصريين بالخارج تحديدا، وبرضو عندنا خطة طرح لأراضي ووحدات بيت الوطن، ودي هنتاحها برضو ان شاء الله، يعني يمكن في الحاجات اللي هي خاصة بالاستكمال احنا اتحنا بعض الحاجات، وعندنا برضو خطة مع يعني نهاية العام كده هتبقى بشكل مكتمل بالنسبة للوحدات او للأراضي. والبيانات التفصيلية على فكرة بالكامل، انا بس مش عشان ما اخدش وقت كبير، لكن عندنا الخطة كلها كاملة بالتوقيتات بالاعداد اللي خاصة بالوحدات والأراضي السكنية. برضو بالنسبة للأراضي يعني احنا كده يمكن اتكلمنا على الوحدات السكنية، هندخل على الأراضي السكنية الصغيرة، والحقيقة احنا برضو عملنا تنسيقات في هذا الأمر يمكن كمان مع الرئاسة بخصوص إتاحة طرح قطع الأرض السكنية الصغيرة خاصة في المدن اللي احنا كنا بالفعل رفقنا فيها أجزاء وانتهينا من أعمال الوصلات المنزلية اللي فيها، أو في المدن برضو اللي الحقيقة ثقافة المواطن زي ما حضراتكم عارفين ان هو يعني طموحه وحلمه ان هو يتملك قطعة ارض يبني عليها عقار يسكن فيه ابنائه معاه، والحقيقة ده سائد وموجود في اماكن كتير جدا، والحقيقة احنا بنعمل التنسيقات دي بحيث ان احنا هناخد هذه الموافقات وهننزل برضو بالاراضي السكنية الصغيرة، واحنا عملنا حصر يمكن مع الرؤساء اجهزة المدن بالكامل ووفونا ب كل البيانات دي في قطاع التخطيط والمشروعات تمهيدا لطرح الاراضي دي، بالاضافه برضو ان احنا هنخلق
يعني محور جديد، وده احنا الحقيقه يمكن كان له تجربه قبل كده سابقه، اللي هو محور المستثمر الصغير من الاراضي، او الاراضي خلينا نقول اللي هي الميني كومباوند. احنا عندنا صغار المطورين، واحنا يهمنا كوزاره اسكان ان احنا ندعم كل المطورين على كل المستويات. فشايفين ان الحقيقه وجود الاراضي اللي هي السكنيه الميني كومباوند او مساحات اللي هي ممكن تبقى للمستثمرين صغار المستثمرين دي برضو هتبقى معانا الحقيقه الفتره الجايه وهتنزل بشكل كبير. برضو من ضمن الحاجات الحقيقه المهمه جدا موضوع بعض التيسيرات اللي احنا يعني مستهدفينها فيما يخص الاجراءات والتعاملات على ملف الوحدات السكنيه. احنا لقينا ان في للاسف عزوف كبير جدا من خلال من المواطنين او ملاك الوحدات السكنيه على اتمام اجراءات التنازل في اجهزه المدن. والحقيقه احنا برضو بنعمل دلوقتي يعني خطه تحفيزيه، وهنعمل نوع من انواع تخفيض لنسبه الرسوم اللي موجوده او نسبه التنازل تحديدا اللي هي 10% دي، بحيث ان احنا يبقى في عندنا حاله اقبال كبيره جدا ونثبت للناس حقوقها داخل اجهزه المدن. وده برضو من ضمن الحاجات المهمه اللي احنا شغالين عليها. وبرضو احنا بندرس دلوقتي حاجتين مهمين جدا هما محل دراسه عشان اكون واضح مع حضراتكم. موضوع اراضي الاسكان الاجتماعي اللي برضو احنا يعني خلينا نقول بيحصل عليها وفي بيع بيتم، احنا بندرس ازاي نستوعب هذا الامر ونسبه التنازلات دي برضو داخل اجهزه المدن. والحقيقه مش كده وبس، احنا برضو برصدنا للشارع لقينا ان في عندنا مشكله كبيره جدا في موضوع القطع الاراضي اللي بيقام عليها عقارات، والناس بتتصرف في الوحدات وللاسف المواطنين ما بيبقوش عارفين يثبتوا حقوق، بيحاولوا يروحوا يعملوا توكيلات باب حصه في الارض، ما هو مش عارف يتعامل على الوحده. ده برضو احنا بندرسه مع الزملاء القانونيين بحيث ان احنا نوجد له آلية تعامل عشان نضمن بيها حقوق المواطنين وما تهدرش هذه الحقوق. فده برضو احنا حاطينه معانا الحقيقه في الاعتبار المرحله الجايه دي. برضو من ضمن الحاجات المهمه ان احنا هيبقى عندنا نوع من انواع التنوع في يعني اسلوب التمويل اللي خاص بالوحدات السكنيه والرصيد اللي موجود. يعني احنا دلوقتي ممكن نكون بنبيع من خلال شركات التسويق او من خلال منصه الهيئه، لكن احنا برضو هيبقى في صناديق استثماريه هنعملها ان شاء الله، او صكوك هتنزل برضو تباعا وهنتيحها للمواطنين، يعني بحيث ان احنا يبقى عندنا تنوع في اسلوب اداره تمويل المشروعات اللي خاصه بينا وكيف. برضو من ضمن الحاجات الحقيقه المهمه يعني الوحدات السكنيه اللي احنا هنطرحها من خلال شركات تسويق، ودي الحقيقه احنا رصدناها وقعدنا مع الشركات وفي متابعه كامله ليهم، وبرضو اديناهم مجموعه من المحفزات بحيث ان احنا يبقى عندنا عدد سنوات تقسيط اكبر. احنا لقينا احنا كنا بنتيح لغايه 10 سنين، فتحنا الموضوع لغايه 12 سنه، وكان في برضو بعض المطالب ان يبقى في بعض التجمعات العمرانيه تبقى جيتد باسوار بدل ما هي مفتوحه، وشايفين ان ده ممكن يبقى فيه تحفيز كبير طبعا للعملاء، برضو ده احنا خدناه في الاعتبار. وبعض المشروعات الساحليه برضو كان في بعض الوحدات السكنيه اللي ما فيش فيها يعني اي عناصر مائيه، برضو نسقنا مع الاستشاريين بحيث ان احنا نخلق هذه العناصر ونقدر ان احنا طبعا ننافس بشكل او اخر مع المطورين، يعني لان طبعا في حجم تطور كبير جدا في هذه المشروعات ومستويات هذه المشروعات اللي بتقدم للجمهور. فاحنا بنحاول ان احنا نعمل تلبيه لاحتياجات برضو كل المواطنين وبما يحفز السوق العقاري. يعني برضو من ضمن الحاجات الحقيقه المهمه واللي احنا شغالين برضو عليها مع قطاع التخطيط والمشروعات موضوع الفرص الاستثماريه والاراضي اللي هي المساحات الكبيره. والحقيقه احنا الموضوع ده يمكن كان محل يعني لغط الفتره الكبيره الماضيه دي بشكل كبير. احنا حقيقه حددنا ثلاث ضوابط رئيسيه فيما يخص اراضي العمراني المتكامل والاراضي الخدميه بمساحات كبيره. دلوقتي احنا بالنسبه اللي موجوده اللي هي منصه الفرص الاستثماريه دي هيبقى متاح عليها بناء على الطلبات اللي بتقدم من المطورين العديد من الفرص الاستثماريه، واللي احنا بنحط برضو رؤيتنا. يعني هو الحقيقه ممكن يكون مستثمر مقدم طلب على قطعه ارض بعينها، لكن احنا رؤيه الوزاره والهيئه ان هي يحصل تنميه في نطاق محدد او في مدينه اخرى، فبنتيح الفرص البديله بشكل او اخر على هذا الموقع.
تمام، وفقا لمجموعه من الضوابط برضو المحكمه اللي نضمن بيها ان يبقى في نجاح لهذه المشروعات، وان لما يبقى العملاء والمواطنين يدخلوا يشتروا او يستثمروا مع المطورين دول ما تتكررش التجارب السلبيه اللي للاسف بنلاقي ان في نوع من انواع عدم الالتزام وعدم الجديه من قبل بعض المطورين. احنا بنحاول ان احنا الفتره الجايه دي نبقى مركزين في نجاح المطور وضمان حقوق المواطن المتعامل معاه، ده امر الحقيقه مهم جدا. الجزئيه الثانيه وهي كبار المطورين، يعني خلينا نقول برضو ان احنا عندنا يعني في الدوله المصريه مجموعه من المطورين العقاريين الكبار اللي هم الحقيقه لما يعني بيبقى في تنميه او في مشروع بيقوموا بتنفيذه داخل اي مدينه، الحقيقه هم بيزيدوا من قيمه الاراضي اللي موجوده وبيرفعوا شأن هذه الأراضي. فإحنا هننظر ليهم يعني من خلال برضو آلية تعامل يعني ترتقي أو تبقى لائقة بهؤلاء المطورين، ده جزء تاني. الجزء الثالث وهنا في الاثنين اللي في الأول دول التعامل كله بالجنيه المصري، مفيش تعامل بالدولار، كل التعامل مطور مصري أو أي مستثمر مصري هياخد بالمصري، عشان الكلام يبقى إيه واضح ومحدد. إحنا مش عايزين نعمل عبء على الدولة في توفير عملة، واحنا حضراتكم عارفين طبعا التعاملات في السوق السوداء بتبقى عامله ازاي، وده طبعا ممكن يضعف من الاقتصاد المصري. فعشان كده احنا قلنا كل الشركات المصريه تاخد بالمصري من خلال الاليتين دول. الاليه الثالثه وهي الاليه الخاصه بالشركات الاجنبيه او الشركات المصريه الاجنبيه، وتحديدا الشركات دي هيبقى يتاح ليها من الخارج ان هي تتقدم على منصه الكترونيه خاصه بيها بحيث ان هم يشتروا بالعمله الصعبه الحقيقي متدبرة من بره، تمام؟ دي نقطة مهمة جدا. وبالثلاث آليات الرئيسية دول احنا بنستوعب كل المطورين سواء داخل مصر او سواء خارج مصر، تمام؟ الحقيقة برضو احنا في نفس ملف قطاع الاسكان عشان نبقى خدنا كل النقاط اللي هي يعني ليها علاقة بيه. احنا طبعا يعني ملف التصالح زي ما حضراتكم عارفين واحد اهم الملفات اللي الوزاره الحقيقه مهتمه بيها بشكل كبير جدا، ويمكن احنا زي ما حضراتكم عارفين احنا 4/11 ان شاء الله هيبقى يعني غلق باب التقدم من خلال قانون 187، واحنا يمكن اجتمعنا بالساده رؤساء الاجهزه وقعدنا معاهم عشان نسمع منهم برضو المطالب المواطنين ايه. والحقيقه احنا في الاجتماع ده رصدنا العديد من النقاط الهامه. طبعا احنا المواطنين بيتقدموا على يعني نوعين من المخالفات اللي موجوده بشكل رئيسي، وهي زياده غرف السطح، ودي احنا يعني وضحناها وبيتقدموا عليها وفقا للضوابط بتاعتنا. وفي نفس الوقت كان في اشكاليه ثانيه في موضوع تغيير النشاط في البدرومات لسكني تحديدا لسكني، وده احنا اتحناه بنسبه 40% فقط، وبرضه ده حرصا مننا ان يبقى 60% مخصصه لاماكن الانتظار، ان احنا لو عدلنا المساحه كلها بالكامل هيبقى عندنا ازمه الحقيقه حقيقيه في موضوع اماكن الانتظار على مستوى كل المدن الجديده. فاكتفينا ب 40% فقط واتحناه. ولقينا الحقيقه بقى نقطه برضه ثانيه مهمه جدا اللي هي كانت خاصه بالمواطنين الملتزمين، اللي احنا لقينا الناس بعيني بتحاول تجري انها تخالف عشان تدخل جوه قانون التصالح، يعني واحنا بقينا في حاله كر وفر مع الناس لان الناس عايزه تاخد حقها. فاحنا طبعا قلنا الملتزم من باب اولى لازم ياخد حقه بشكل منضبط، وان هو يتقدم للجهاز وياخد ترخيص بالاتاحه دي. ففتحنا باب التقديم اعتبارا من 1/12 لكل المواطنين الملتزمين، وبيبتدي يقدم يقدر ياخد زياده غرف السطح او ياخد ال 40% برضه اللي هي بتاعه الجزء السكني اللي في البدروم بشكل طبعا طبيعي جدا ووفقا للضوابط برسوم برضه احنا ايه بنحددها برضه، بحيث ان احنا ندي ميزه للناس اللي التزمت. مش معقول ان احنا يبقى التصالح غطى فقط المخالف والملتزم ما خدش فرصته او حقه. فدي الحقيقه كانت من ضمن النقاط الهامه اللي احنا اشتغلنا عليها. ده كده يمكن المحور الاولاني اللي خاص بالاسكان. وبرضو انا حابب يعني هاخد معاه نقطه برضو مهمه جدا، احنا طبعا عندنا مدن الجيل الرابع زي ما حضراتكم عارفين، ان كان مدينه العاصمه الاداريه او مدينه العالمين الجديده، واحنا زي ما قلنا كان عندنا تاخرات في التسليمات في مدينه العالمين الجديده، وحطينا خطه الحقيقه برضو مكثفه جدا
ان احنا على نهاية الصيف القادم بأمر الله تعالى هنكون انتهينا من تسليم كافة الوحدات السكنية اللي كان حصل تأخر في توقيتات التسليمات اللي خاصة بالعملاء بيها. يعني احنا عندنا حقيقة عدد مش قليل من هذه الوحدات في كل الأنماط بالمناسبة، كان الحي اللاتيني أو مزارين أو الأبراج طبعا وباقي المشروعات اللي موجودة في المدينة. حطينا خطة شهرية، احنا دلوقتي كل شهر عندنا مستهدف بنسلمه في كل مشروع من هذه المشروعات، وبالتالي على نهاية الصيف القادم في 25 هنكون إن شاء الله منتهين من تسليم كل الوحدات دي بأمر الله تعالى. كذلك برضو بالنسبة للمدن الأخرى، إن كانت العاصمة الإدارية هنا احنا عندنا طبعا الحي السكني الأرسري اللي ده خلاص يعتبر يعني في مراحله النهائية، وإحنا يمكن حصل حياة نجاح كبير جدا لهذا المشروع، وتقريبا معظم الوحدات اللي موجودة فيه اتباعت كلها بالكامل، وفي دلوقتي تسكين بخلاف كمان تسكين المنتقلين للعمل في العاصمة الإدارية سواء في الحي السكن الأرسري أو حتى برضو المراحل الثلاثة بتوع زهراء العاصمة اللي في مدينة بدر، وده برضو احنا ملف ضاغطين فيه الحياة بشكل كبير جدا. كذلك برضو باقي المشروعات اللي خاصة بمدن الجيل الرابع، كان المنصورة الجديدة أو غيرها، احنا حقيقة ضاغطين برضو في خطة التسليمات بشكل كبير بحيث ان احنا نعيد ثقة العملاء في وزارة الإسكان ومشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وده بالنسبة لنا الحقيقة مستهدف رئيسي جدا. الجزئية بقى الثانية طبعا ملف الهام الحقيقة اللي احنا بنشترك فيه مع صندوق التنمية الحضرية، وهو تطوير المناطق العشوائية والمناطق الغير مخططة والغير آمنة، والحقيقة احنا عندنا تجارب يعني ناجحة جدا في هذه المشروعات. احنا طبعا بننفذ مشروع اللي هو حدائق الفسطاط، وده احد اهم المشروعات من خلال الجهاز المركزي للتعمير، واحنا الحقيقة مستهدفين بشكل جزئي كده يبقى فيه تشغيل جزئي لهذا المشروع على نهاية العام بأمر الله تعالى، والمشروع كله هيكون مكتمل يعني ممكن على الربع الثاني من العام القادم بأمر الله تعالى. هي مشروع عملاق جدا، وطبعا حركوا عارفين المنطقة دي اللي كان فيها منطقة عزبة أبو قرن، وكان فيها طبعا كل القمامة بتاعة القاهرة كلها بتترمي في المكان ده. مشروع دلوقتي طبعا بقى فيه نقلة حضرية، ويمكن فيه برضو صندوق التنمية الحضرية منزل مشروع وحدات سكنية اللي هو الفسطاط فيوز في هذه المنطقة بإطلالة مباشرة على هذا المشروع. حال المشروع فيه عناصر كبيرة جدا، طبعا حضراتكم عارفين الموقع بتاعهم حقيقة مميز، المتحف القومي للحضارة وبحيرة عين الصيرة، وبرضو فيه نهر بداخل المشروع الحقيقة عبارة عن ممر مائي مميز جدا، وعندنا مجموعة من المناطق الاستثمارية والحدائق والتلال. الحقيقة مشروع في غاية الروعة، وانا ان شاء الله بعد حضراتكم يعني يمكن النهاردة احنا لقائنا يعني داخل القاعة كده، لكن هيبقى عندنا بعد كده في لقاءاتنا القادمة جولات ميدانية زي ما كنا بننزل نلف مع بعض كده في كل المواقع، هننزل برضو مع حضراتكم ناخد كوستر او اكتر وننزل نلف برضو على المشروعات دي بحيث ان احنا نطلع حضراتكم على كل اللي بيتم وبيدور. برضو عندنا مشروع مثلث ماسبيرو، ده طبعا احد برضو المشروعات الهامة في اطار تطوير المناطق العشوائية، والحقيقة المشروع طبعا بيتنفذ فيه دلوقتي عدد 5 ابراج، 3 ابراج سكنية باطلالة على نهر النيل، وفي 2 برج فندقي، وبرضو في تنوع في الانشطة ما بين الاداري والتجاري، والحقيقة احنا محققين برضو نسبة انجاز جيدة جدا، وابتدينا دلوقتي بتوجيهات مكثفة في التسويق لهذه الوحدات، وده برضو بالنسبة لنا أحد أهم المشروعات، مع طبعا الإسكان البديل اللي احنا تقريبا سكننا كل العملاء اللي كانوا موجودين في المنطقة بعد ما تم تعويضهم بالكامل، وحاليا دلوقتي يمكن بنعمل لهم متابعة. احنا يعني حتى مع الزملاء امبارح كان ليهم مطلب في آخر زيارة ان يبقى في مسجد، والمسجد جاهز على فكرة، احنا عايزين نبقى نشوف كده الجمعة القادمة هنروح نفتحه ان شاء الله معاهم، فبنحاول ان احنا نعمل تلبية لكل مطالبهم برضو الحقيقة بشكل كبير جدا. عندنا طبعا مشروع سور مجرى العيون والمنطقة السكنية اللي هي منطقة أرابيسك اللي تم تنفيذها هناك، والحقيقة يمكن عليها إقبال كبير جدا، واحنا استقطبنا كمان أحد الفنادق الهامة في هذا المشروع، وارتقينا الحقيقة برضو بالمنطقة بشكل كبير جدا، وده رفع الحقيقة قيمة برضو الأراضي اللي موجودة هناك والعقارات اللي موجودة هناك، يعني برضو مشروع الحقيقة مبهر جدا جدا، إن شاء الله ندعو حضراتكم برضو تشرفونا فيه. يعني ده يمكن كده أبرز المشروعات في ملف التطوير العشوائيات.
برضو احنا عندنا الحقيقة محور هام جدا، وهو محور الساحل الشمالي الغربي، وده كان احد مناطق التنمية ضمن المخطط القومي للتنمية العمرانية داخل الدولة المصرية. وطبعا حقيقة الساحل الشمالي الغربي يمكن كان سابقا النظرة ليه ان هو عبارة عن مجموعة قرى، وكان طبعا يعني الفكر كله ان يبقى اسكان سياحي، يعني اللي بيشتري هناك شاليه او بيشتري وحده وبيجي فيها طبعا الكام يوم في يعني في شهر السبعه وثمانيه وتسعه وعشره اللي هم الاربع شهور بتوع فصل الصيف. لكن الحقيقه النظره دلوقتي اختلفت تماما طبعا فيما يخص التنميه الشامله لهذا. طبعا مع وجود مدينه العالمين الجديده احد اهم اقطاب التنميه داخل الساحل الشمالي الغربي، وطبعا مشروع رأس الحكمة حركه طبعا على علم ودراية كبيرة جدا بيه، ده برضو أحد المشروعات الحقيقة العاملة طبعا نوع من أنواع الجذب الكبير جدا في هذه المنطقة، وبرضو مشروع الضبعة وعدة مشروعات أخرى في هذا النطاق. الحقيقة يمكن السنة دي يعني حصل رصد كده لعدد الجنسيات اللي دخلت منطقة الساحل الشمالي الغربي واللي قدرت بحوالي 105 جنسية، وده كان بالنسبة لنا الحقيقة رقم للدولة المصرية يعني مفاجئ جدا. طبعا كان قبل كده المستهدف المصريين اللي كانوا بيروحوا، أو بعد كده اتفتح الموضوع للإخوة العرب، لكن دلوقتي بقى في استهداف لجنسيات أخرى في منطقة الساحل الشمالي الغربي، وده الحقيقة حط على عاتقنا إن احنا نوفر غرف فندقية ووحدات فندقية لتلبية حجم الطلب المتزايد والكبير جدا في هذه المنطقة. وده احنا يمكن بنعمله دلوقتي بالتنسيق مع وزارة السياحة، بان احنا بنخلق مجموعة فرص استثمارية في هذه المنطقة، والحقيقة يمكن برضو بنفكر في يعني بديل كمان ان احنا نخلق وجهة شاطئية جنوب الطريق، وده من خلال خلق مجموعة من البحيرات، واللي احنا حاليا دلوقتي بالتنسيق مع الاستشاريين شغالين على دراسة الأماكن المثلى اللي نقدر فيها نعمل بحيرات جنوب الطريق الدولي الساحلي وبأقل تكلفة. طبعا بندور على المناطق المنخفضة عشان المياه تنزل بالجرافيتي، ما يبقاش في احتياج لترمبات ورفع التكاليف واللي خاصة بإنشاء هذه البحيرات. وعندنا مثال حي كمان دلوقتي في منطقة يعني مارينا 8، زي ما حضراتكم عارفين المشروع اللي كان تم شمال الطريق، احنا بنعمل جزء جنوب الطريق، ويمكن بدأنا كمان دلوقتي في التسويق ليه من خلال احدى الشركات التابعة لهيئة المجتمعات، وبننفذ بحيرة كبيرة جدا، يعني حتى هو ملقب هذا المشروع بمارينا 8 بايزا ليك من خلال البحيرة. تمام، ده برضو من ضمن الحاجات الحقيقة اللي احنا مستهدفينها في تنمية هذه المنطقة بالكامل، لانها احد اهم يعني المناطق الجاذبة على مستوى العالم كله الحقيقة، واحنا لازم كدولة نعظم الاستفادة، واحنا بدورنا كوزارة اسكان حريصين كل الحرص ان احنا يعني نبذل قصارى جهدنا في هذا الملف، لان احنا بنعتبر ان ده احد اهم الموارد للدولة المصرية كلها خلال السنوات القادمة. ده بالنسبة لمنطقة الساحل الشمالي الغربي. برضو من ضمن الحاجات الحقيقة المهمة طبعا بالنسبة لأجهزة المدن، احنا طبعا عندنا 22 مدينة قائمة، واحنا مستهدفاتنا طبعا مستمرة بمنتهى القوة فيما يخص إتمام تنفيذ كل مشروعات المرافق في هذه المدن، بالإضافة لإتمام مشروعات الإسكان والخدمات المتكاملة عشان يبقى عندنا خدمات داخل هذه المدن تليق. ايضا ملف الحقيقه الصيانه احنا تطرقنا ليه بشكل قوي جدا، سواء صيانه المرافق كلها بالكامل، شبكات المياه والصرف الصحي والري، وايضا كل الصيانات اللي خاصه بالزراعه والاناره، وبرده مش كده وبس، احنا حطينا كمان صيانه الطرق كاحد اهم الاعمال الهامه اللي لازم نولي يعني ليها اهتمام كبير جدا. وبالفعل احنا حطينا الطرق في نفس يعني الميزان مع شبكات المياه والصرف الصحي، بحيث ان يبقى في شركات صيانه الطرق على طول باستمرار على هذه المحاور للارتقاء بشكل هذه المدن بشكل كبير جدا. الحقيقه ده ملف مهم جدا، وبناكد برضو على ان احنا دلوقتي مستهدفين ان احنا ندخل في شراكات مع العديد من المطورين والعديد من الجهات في هذه المدن الحقيقة، بحيث ان احنا نخلق برضو مشروعات يعني خدمية مميزة ترتقي بهذه المدن.
ده بالنسبه للمدن القديمه. احنا عندنا طبعا 38 مدينه جديده زي مدن الجيل الرابع، واحنا برضو الحقيقه اتكلمنا عليها وقلنا ان احنا برضو المدن دي احنا يعني بنوليها اهتمام كبير جدا الفتره الجايه، وهيبقى في نوع من انواع التنميه والخلق عوامل جذب عشان يبقى في حراك على هذه المدن. بالاضافه ان احنا برضو حتى في مدن الصعيد في لجنه الحقيقه في قطاع التخطيط والمشروعات ونسقنا انها تنزل ترصد كل المشكلات اللي ممكن تكون بتعاني منها هذه المدن، بحيث ان احنا نخلق برضو عوامل جذب في المدن دي. الحقيقه برضو يمكن من ضمن الحاجات المهمه والمشروعات طبعا لو جينا اتكلمنا على يعني الجهاز المركزي للتعمير، حقيقة بينفذ العديد من المشروعات، ويمكن يعني أنا قبل ما أشرف بهذا التكليف أنا كنت أسمع عن الجهاز المركزي للتعمير، لكن الحقيقة يعني ما كنتش أعرف حجم العمل اللي كان موجود معاه. لكن إحنا عندنا خطة كبيرة جدا فيما يخص تنفيذ المحاور، سواء يعني على مستوى الدولة كلها الحقيقة، مش مجرد بس إحنا عندنا مجموعة أجهزة فرعية تابعة لهذا الجهاز شبيهة جدا بأجهزة المدن كده، تمام، وكل جهاز في نطاقه بيقوم بتنفيذ العديد من المشروعات، سواء مشروعات الطرق أو مشروعات إسكان أو مشروعات تنموية زي مزارع في منطقة يعني الشمال وجنوب سيناء وغيرها من المشروعات اللي هي الحقيقة بتعمل نوع من أنواع الجذب في هذه المناطق الحساسة والهامة. برضو إحنا يمكن في مشروعات يعني فريدة بيتم تنفيذها زي من خلال جهاز القاهرة الفاطمية. إحنا عندنا خطة كبيرة جدا طبعا زي ما حضراتكم عارفين ان القاهرة تسترجع الطابع التاريخي الخاص بيها، وده فعلا بيتم من خلال حقبة من المشروعات اللي بيتم تنفيذها. يمكن على سبيل المثال يعني وكالة قايتباي ومنزل زينب آتون والحقيقة مجموعة مشروعات مميزة جدا، واحنا بننسق في الملف ده الحقيقة مع وزارة السياحة، ده ملف مشترك وبوجودهم طبعا بشكل متكامل. برضو عندنا احد اهم المشروعات اللي بيقوم بتنفيذها الجهاز المركزي للتعمير، وهو مشروع التجلي الاعظم في سانت كاترين، المنطقه المقدسه طبعا اللي هي ملتقى الاديان واللي فيها طبعا يعني ظهر الله سبحانه وتعالى وتجلى على الجبل لسيدنا موسى. والحقيقه يمكن المشروع ده مشروع الحقيقه بيقدم مجموعه من الخدمات المختلفه في هذه المنطقه. عندنا وحدات فندقيه وغرف فندقيه، وطبعا في مجموعه من الخدمات المتكامله يعني من ساحه لكبار الزوار، وبرضه يعني النزل البيئي القديم والجديد، مجموعه من المطاعم والكافيتريات والخدمات. الحقيقه حتى احنا البدو اللي موجودين في هذه المنطقه واخواتنا واهالينا اللي موجودين هناك استوعبناهم من خلال منافذ برضه هتبقى مخصصه ليهم عشان يقدروا يعني يعرضوا منتجاتهم البدويه المميزه. الحقيقه المشروع ده مشروع عملاق، واحنا مستهدفين انه ان شاء الله ينتهي يعني على شهر ابريل القادم في العام القادم بامر الله تعالى، وده هيبقى الحقيقه نقله كبيره جدا، وهيبقى فيه يعني تجهيز ان شاء الله لافتتاحه بشكل يعني عالمي الحقيقه ان شاء الله. لو جينا اتكلمنا برضو على احد اهم يعني المستهدفات بتاعتنا، وهي من خلال هيئه التنميه السياحيه. والحقيقه هيئه التنميه السياحيه طبعا يعني احد اهم الهيئات اللي موجوده برضو معانا في وزاره الاسكان، واللي هي تحت ولايتها كل المساحات اللي هي السياحيه سواء في مناطق البحر الاحمر بالكامل، كل المنطقه اللي هي من عند العين السخنه واحنا نازلين تحت لغايه حلايب وشلاتين، كل النطاق ده الحقيقه بالكامل تحت ولايه هيئه التنميه السياحيه. واحنا حاليا دلوقتي برضو بنخلق العديد من الفرص الاستثماريه في هذا النطاق، بحيث ان احنا يبقى عندنا جذب، لان احنا برضو في حجم طلب سياحي الحقيقه كبير جدا في مناطق البحر الاحمر. بنحاول ان احنا نخلق العديد من الغرف الفندقيه، ويمكن اجتماعنا مع مطورين الحقيقه بحضور معالي وزير السياحه ووزير الاستثمار وبتنسيق مشترك ما بيننا الحقيقه، يمكن سمعنا شكاوى المطورين السياحيين برضو وابتدينا نقعد على ايجاد حل لهذه المشكلات. الحقيقه طبعا ملف السياحه زي ما حضراتكم عارفين ملف متكامل ومتشعب جدا، وفي تنسيقات مع يعني كل جهات الدوله المصريه بنحاول ان احنا نرتقي بيه يعني بشكل كامل. وفي مجموعه كمان وزاريه الحقيقه خصصت لهذا الملف للنهوض بملف السياحه. واحنا الحقيقه بدورنا كوزاره اسكان يعني حضرنا ملف كامل بكل الاراضي اللي متاحه للاستثمار، مش مجرد بس من هيئه التنميه السياحيه، كمان من هيئه المجتمعات العمرانيه الجديده. احنا عندنا رصيد الحقيقه من قطع الاراضي المميزه اللي في مواقع قريبه جدا، كان من متحف المصري الكبير او حتى في المدن الجديده برضو عندنا في مدينه الساس من اكتوبر ومدن شرق، برضو اماكن كتير مميزه تصلح للنشاط الفندقي، فابتدينا نستهدفها الحقيقه
بحيث ان هي تنزل برضو بشكل كامل معانا. يعني يمكن بالنسبة للملفات بقى اللي خاصة بالشركة القابضة، وإحنا يمكن الشركات التابعة ليها ومنظومة المية والصرف على مستوى المحافظات، وده حقيقة ملف كبير جدا. إحنا دلوقتي بنقعد على الهياكل التنظيمية للشركة كلها بالكامل، بحيث إن إحنا يبقى في تطوير يعني في الهيكل الخاص بالشركة القابضة. والحقيقة برضو يعني بنقف من خلال لجنة إحنا شكلناها متخصصة في رصد كل المشكلات، واللجنة دي بتنزل تعمل متابعة دورية على المحافظات كلها بالكامل وترصد المشكلات اللي موجودة في المنظومة كلها، بحيث ان احنا يبقى عندنا رؤية كاملة سواء في اتمام ونهو تنفيذ المشروعات اللي بيتم تنفيذها في المحافظات. وهنا انا هتطرق لأحد اعظم المشروعات اللي بتنفذها الدولة المصرية، وهو مشروع حياة كريمة اللي احنا بنشرف كوزارة اسكان الحقيقة يعني ان احنا نقوم بتنفيذه من خلال سواء الشركة القابضة أو الهيئة القومية أو الجهاز التنفيذي. ثلاث جهات دول بيشتركوا في تنفيذ هذا المشروع، وإحنا يمكن خلاص بنهاية ديسمبر هننتهي من إن شاء الله تنفيذ المرحلة الأولى بالكامل، وفي إن شاء الله بداية للمرحلة الثانية اللي فيها حوالي تقريبا يعني بنتكلم على 1700 قرية ونجع. الحقيقة يمكن يعني المشروع ده مشروع مميز جدا، وبرضه بيشترك معانا في كمان الجهاز المركزي للتعمير بينشئ كل الخدمات اللي خاصة بهذا المشروع من وحدات صحية، من مراكز شباب، من خدمات اجتماعية موجودة. احنا عندنا في زي مقر كده داخل كل قرية برضو للإجراءات يعني الإدارية، ده برضو بيتم إنشاء وتنفيذه. المدارس، كل الخدمات الحقيقة اللي بتعاني منها القرى الريف المصري يعني دي مستهدفة معانا في المرحلة الثانية، وإن شاء الله برضو هيبقى تباعا يعني على مدار 3 سنوات عمل الحكومة هيبقى معانا كمان المرحلة الثالثة بأمر الله تعالى هنشرع فيها. والحقيقة ده ملف من أحد أهم الملفات اللي احنا شغالين عليها. والحقيقة احنا برضو بنعمل حاجة جيدة جدا، بنعظم دور الجهاز التنظيمي لمية الشرب والصرف الصحي. وجهاز ده الحقيقة جهاز مهم جدا وحيوي، احنا بيه بنعمل إحكام للرقابة والمتابعة لمنظومة عمل المرافق بالكامل بالنسبة للشركات والهيئة القومية والجهاز التنفيذي، بحيث ان يبقى فيه نوع من انواع المتابعة والتأكد من جودة المنتج اللي طالع، سواء مية الشرب النقية اللي بتوصل للمواطن او الصرف الصحي المعالج اللي بنوجهه على المصارف او بيتم استخدامه في الري طبعا اللي هو الصرف المعالج ثلاثيا. ده الحقيقة احد اهم برضو المحاور اللي احنا شغالين عليها بشكل كبير جدا. وبرضو احنا الحقيقة يمكن مع الدكتور سيد وبذل جهود كبيرة جدا في الملف ده، وهو ملف التحلية. وده برضو احنا يعني زي ما حضراتكم عارفين احنا مع الوقت بنفكر في البدائل الحقيقة بالتنسيق مع وزارة الري في ان احنا نخلق يعني طاقات اكبر ونلبي بها الاحتياجات. احنا عندنا طبعا مستهدفين خطة كبيرة جدا ان كل المدن الساحلية، واحنا عندنا تقريبا 2000 كيلو سواحل يعني على سواء البحر الابيض المتوسط او البحر الاحمر وخليج العقبه وخليج السويس، ومستهدفين ان كل المدن الساحليه ان شاء الله تعالى يمكن على 20-30 هذه خطه طويله يعني الخمسيه كده تحديدا، يعني ان احنا هيبقى عندنا على مراحل تحويل كامل للمحطات اللي موجوده، المحطات اللي تتقادم هنبتدي نغير السيستم بتاعها كله بالكامل ونحولها لمحطات تحلية لمياه البحر. والحقيقة احنا يمكن عندنا برضو يعني مركز متكامل للبحث العلمي فيما يخص هذا المجال بالتنسيق مع شركة المقاولين العرب، والحقيقة باذلين جهود كبيرة في هذا الملف بحيث ان احنا دايما يبقى عندنا ابتكار وتطوير وازاي نخفض تكلفة تنفيذ هذه المحطات وايضا تكلفة التشغيل والصيانة لهذه المحطات. هذا ملف مهم جدا احنا شغالين عليه بشكل كبير جدا، ويعني مع زملائنا كده ان شاء الله هنوصل فيه لنقاط مضيئه جدا وايجابيه جدا. يعني انا مش عايز اطيل على حضراتكم وهكتفي بالقدر ده كده فيما يخص الرؤيه والخطه اللي احنا شغالين عليها في هذه المرحله. واحنا على يعني قناعه كامله ان المتابعه هي اساس نجاح اي عمل، لذلك احنا برضو عندنا توازن كبير جدا ما بين المتابعات الميدانيه الهامه اللي بتتعمل في كل القطاعات اللي خاصه بالهيئه، والاضافه للحقيقه المتابعات اللي احنا بنعملها في القاعه دي. احنا يعني عندنا
اسبوعيا في عندنا متابعه مشروع الاسكان الاجتماعي ومشروعات الاسكان، بحيث ان احنا يبقى عندنا متابعه مستمره ودائمه. عندنا اسبوعيا مشروع مشروعات المرافق بقى في متابعه برضو ليها كامله. المشروعات الهامه والحيويه برضو بيتم متابعتها على مستوى الحقيقه يمكن النصف شهري، يعني كل 15 يوم. وعايز اقول لحضراتكم ان احنا شكلنا وحدات متابعه يعني داخله في كل تفاصيل هذه المشروعات للوقوف على اي مشكله ورصدها والتعامل معها بشكل عاجل وسريع عشان نضمن اتمام تنفيذ المشروعات دي في توقيتاتها المحدده. انا بشكر حضراتكم مره ثانيه وهدي لحضراتكم المجال بقى نستمع كده لكلمه حضراتكم.